أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 31 مارس للعام 2023، وتتابعون في جولة اليوم: فعاليات ومكونات واسعة في شرق السودان ترفض دعوة المجلس الأعلى للبيجا قيادة تيريك بإغلاق الشرق، وجولة السودان تستطلع عدد من القيادات المجتمعية. وفي جولتنا أيضا مثقفون سودانيون ومصريون يستبقون مواجهة الأهلي المصري والهلال السوداني غدا السبت بالقاهرة بإصدار بيان مشترك للجمهور الكروي. وتتابعون أيضا: العاملون بهيئة إذاعة وتلفزيون ولاية جنوب دارفور يواصلون الإضراب والتوقف عن العمل، وأحمد محمد ضيف الله عضو اللجنة الخماسية يؤكد تمسك العاملين بمطالبهم والتصعيد خيار أمامهم. وفي جولتنا أيضا منظمات دولية ومحلية تبدي رغبتها التدخل في تندلتي لإنقاذ الوضع الإنساني، وحكومة غرب دارفور ترفض بسبب الدواعي الأمنية. ونيابة أمن الدولة تلاحق رئيس تحرير صحيفة الحراك رغية الزاكي بعدد من البلاغات. ونختم جولة السودان اليوم من ولاية كسلة التي تستضيف بطولة الزون الأفريقية في أبريل المقبل. كالعادة نبدأ جولتنا بعناوين الأخبار. أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو وتلفزيون دبنجة الموافق الجمعة 31 مارس 2023. قيادي بالحرية والتغيير المجلس المركزي حتى الآن لم يناقش مسألة اختيار رئيس الوزراء، وسوف يتم تشكيل لجنة متفق عليها للبدء في تحديد آلية ترشيحه وفق معايير واضحة ومحددة. الناطق الرسمي باسم العملية السياسية تواصل الأطراف المدنية والعسكرية للنقاش حول الاتفاق النهائي، ولم تقرر أي جهة بعد قرارا جديدا بشأن التوقيع يوم السبت القادم. انهيار منجم للتعدين بموقع تركمان بوادي حلفة أدى إلى مصرع نحو 13 معدنا وعشرات الجرحى تم إجلائهم لمستشفى المدينة. قيادي بالحرية والتغيير يشدد على ضرورة هيكلة القوات ويقول هناك تركيز جهوي وقبلي في مؤسسات الشرطة والجيش والحركات والدعم السريع. حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة يتوقع وصول أكثر من 100,000 لاجئ إلى الإقليم من دول الجوار. والي ولاية شرق دارفور يسلم وثيقة صلح بين قبيلتي المهادي والذغاوة، و تم التوصل فيها إلى صلح كامل في النزاع الذي وقع بينهما العام الماضي في منطقة اللادو بمحلية ياسين. العاملون في هيئة الإذاعة والتلفزيون بولاية جنوب دارفور يواصلون الإضراب عن العمل واتجاه لخيار التصعيد لمواجهة مشاكلهم. حكومة شمال دارفور توقع مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف بدء تنفيذ خطة عمل مشتركة معنية بحماية الأطفال وإصحاح البيئة والمياه والتغذية والتربية والتعليم. وزارة التربية والتعليم الخرطوم تعلن عن تأجيل امتحانات الشهادة الابتدائية عن موعدها المعلن في الأسبوع الأول من مايو إلى 22 مايو القادم. توقف خدمة التأمين الصحي بكافة القطاعات الخاصة بولاية جنوب كردفان بسبب تراكم الديون المستحقة على وزارة المالية الاتحادية التي بلغت أكثر من 900 مليون جنيها سودانيا. البرهان تلقى اتصالا هاتفيا من مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية مولي بشأن تطورات العملية السياسية في السودان. مدينة كسلة تستضيف لأول مرة بطولة الزون الأفريقية 4.4 للشطرنج في الفترة ما بين 26 إلى 10 مايو. فعاليات ومكونات واسعة في شرق السودان تستنكر دعوة المجلس الأعلى لنظارة البيجا قيادة سيد محمد الأمين تيريك بإقلاق الإقليم.
من ناوي يتبرع بمبلغ 29 مليون دعما لفريق هلال الفاشر، ويطالب إدارة فريق الهلال على ضرورة مضاعفة الجهد والتمثيل الخارجي. كان هذا الخبر الأخير في عناوين النشرة، إلى اللقاء. أهلا ومرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، والبداية من شرق السودان، حيث استنكرت فعاليات ومكونات واسعة في شرق السودان دعوة المجلس الأعلى لنظارات البيجا قيادة محمد الأمين ترك بإغلاق الإقليم أو أي من الطرق وعدم استغلال شرق السودان لتحقيق أجندة سياسية، وتعتبر أن القرار يمثل ترك نفسه ولا يعبر عن جماهير الإقليم. جولة السودان استطلعت عدد من القيادات الأهلية لمعرفة رأيهم حول هذا القرار. السلام عليكم، أنا اسمي زينب ومن شرق السودان، ناشطة مجتمعية. أولا التحية لراديو دبنجا على متابعتهم لكل البرامج، متابعة لصيغة أول بأول. وبالنسبة لي بعض الكتل اللي بتنادي بشرق السودان نتيجة لأنها يعني عندها رأي في الاتفاق الإطاري، نحن كنساء في شرق السودان صراحة يعني تضررنا كثير من انقلاب 25 أكتوبر، وتضررنا كثير من قفل شرق السودان. انتوا عارفين شرق السودان ده هو يعني شريان السودان، كل الحركة التجارية بتكون هنا عبر المواني في البحر الأحمر ومنها لكل ربع الوطن. فنحن ما عاوزين نخنق البلد يعني أكتر مما هي مخنوقة. فنحن ضد أي تكتلات بغيضة بتعمل على خنق البلد، وبتعمل على وقف وإعاقة التحول المدني الديمقراطي. يا جماعة نحن كمجتمع في شرق السودان نحن محتاجين للتحول الديمقراطي، محتاجين للتنمية، محتاجين للتطوير. فهذه الكتل هي بتعمل لأغراض شخصية وأغراض ذاتها يعني دنيئة، وما بنعرف ذاتنا نحن بنتنفس في أجندات بتاعت منو تحديدا. فنحن نرفض رفض قاطع يعني كل الحاجات اللي بتتعمل دي. يا أخي الحوار مفتوح لكل الكتل إنها هي تجي وتطرح قضايا، وبعدين يعني حلول القضايا ما بتكون بالطريقة دي بأي حال من الأحوال، الحلول ما كده. ودي ذاتها يعني سياسات غريبة الناس قاعدة تتبع فيها، الإغلاق، إغلاق الطرق العمومية، إغلاق المواني، إغلاق المؤسسات. يا أخي نحن قاعدين ندمر في بلدنا بيدنا بالطريقة دي. فالكتل دي يا جماعة هي أغليات ذاتها قاعدة تعمل في الشغل دي، وزاد هي ما معروف ذات الدائرة شنو بالضبط. فنحن نرفض الحاجة دي رفضا تاما. حاجة تانية، نحن في شرق السودان بقينا موصومين بأننا بنعمل على تقويض الحكم المدني في السودان، وتحديدا يعني المجلس الأعلى لنظارة البيئة. نحن لو عملنا جرد حساب المجلس ده هو قدم شنو حاجات إيجابية للشرق، يعني هو ذاته فيه كم نظارة؟ إذا كان 17 نظارة هي بتقول إنها هي يعني ضد المجلس الأعلى للنظارات دي، فهو ذاته فيه كم نظارة ذاته؟ بعدين أي شغل قاعد يتعمل في ولايات الشرق الثلاثة المجلس بيكون ضد الحاجة دي. حتى الورش اللي بتتعمل المجلس يقوم بأفراد منه بيقوموا بإعاقة الورش اللي بتنظم المنظمات. فالحاجة دي بجد يعني حاجة مؤذية جدا جدا. حقيقة أنا يعني سعيد جدا بالمساحة دي، ونحن رأينا وموقفنا من الدعوات بتاعت التكفيل واضح جدا. نحن بنفتكر إنه النشاط ده نشاط هدام جدا، ويعني مربوط بشكل أو بآخر مع الفلول والنظام البائد، وهم بشكل مستمر اتخذوا شرق السودان منصة للانطلاق، وكل ما هنالك يعني لاح أفق لعملية سياسية تفضي إلى تحول مدني ديمقراطي. نشطت الخلايا بتاعت النظام البائد في شرق السودان. نحن بنفتكر إنه في الشرق اتضررنا كثير من التكفيل السابق اللي يمكن قرابة الكم 40 يوم،
في أضرار اقتصادية وأضرار اجتماعية. لحد الآن الناس ما قادرة تتخلص من الآثار بتاعتها. نفتكر إنه التكفيل هو يعني واحدة من الخيارات السيئة جدا وما حيكون فيه فائدة لأهل شرق السودان. عليه نناشد الإخوة في المجلس الأعلى والمجموعات المتحركة معهم بأنه ما يتم اتخاذ شرق السودان لخدمة الأجندة بتاعت المجموعة بتاعت الكتلة الديمقراطية وبقايا النظام وكده. إذا في أي نشاط يعني بالشكل ده تم في شرق السودان، نحن بصدد الترتيب للمواجهة والتصعيد المواجه لفضحه وكشفه للجماهير في شرق السودان، عشان الناس تعرف القص من السمين. ويعني حنفضح ونعري الدعوات الكاذبة اللي مدثرة بثوب القبيلة في حين وفي حين آخر مدثرة بثوب الحقوق، وهي دعوات مفضوحة ومعروفة بالنسبة لنا. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى الحدث الرياضي الذي يترقبه كل السودانيين، مباراة الهلال السوداني والأهلي المصري غدا السبت بالقاهرة. وهذا اللقاء شغل مواقع التواصل الاجتماعي مما حدا بمثقفون سودانيون ومصريون لإصدار بيان مشترك دعوا فيه الجمهور الرياضي أن تكون مباراة الهلال السوداني والأهلي المصري عنوان للمحبة بين الشعبين مصر والسودان. جولة السودان التغت رئيس نقابة الصحفيين محمد أبو إدريس حول هذا البيان الذي أصدره مثقفون مصريون وسودانيون. طيب، هذا البيان أصدره مجموعة من المثقفين السودانيين والمصريين استشعارا منهم لحالة الشحن الزائدة التي تصاحب مباراة الهلال السوداني والأهلي المصري يوم السبت القادم، ونتيجة لمخاوف حقيقية من أن هناك خطاب كراهية أصبح سائد في سواء كان في أجهزة إعلام تقليدية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما يهدد أن خطاب هذه الكراهية يمكن أن يخرج عن سياقه ويمكن أن يؤدي إلى صدام بين جماهير الفريقين. وهذا أمر يخرج بهذه، هي مباراة في كرة القدم تنتهي بانتهاء زمن المحدد الذي يحدد حكم المباراة. المنتصر يجب أن نقول له مبروك، والمهزوم يجب أن نقول له هاردلك، عليك أن تستعد لمباراة أخرى. وأعتقد أن هذه المبادرة بادرة طيبة، يمكن أن تفتح الباب لحوارات طويلة حول قضايا كثيرة بين الجانبين، بين السودان ومصر، لأنه يعني لا فكاك للسودان من مصر ولا فكاك لمصر من السودان. نحن بلدين بيننا حدود تمتد ل2000 كيلومتر، وبيننا نيل مورد مائي يربطنا، وبيننا تداخل اجتماعي، وبيننا ملايين السودانيين يعيشون في مصر للظروف السياسية والاقتصادية الموجودة في البلاد، وهناك أعداد مقدرة من المصريين يعيشون في السودان. لكن القضية أنه العلاقة السودانية المصرية قاعد يتم التعامل معها بالعاطفة، فلذلك هي 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 التعامل لابد أن يخرج من حالة العاطفة لتصبح علاقة مبنية على المصالح. وهذا الدور يمكن للمثقفين والكتاب أن يلعبوا فيه دور في تنبيه الحكومات ومتخذي القرار لأن هذه العلاقة يجب أن لا تترك للتقلبات السياسية، لأن هذه العلاقة، ويجب أن تكون كل شعب يراعي مصالح الشعب الآخر، ويجب أن لا تتحول علاقة للمساومة السياسية لتحقيق أهداف ضيقة ولكن أهداف كبيرة يدعون بها الشعبين أكثر من أن علاقة بين الحكومات، وهذا هو الأمر الأساسي. لذلك أنا أعتقد أن هذا البيان خطوة جيدة، ويحسب للذين صاغوا هذا البيان والذين وقعوا عليه في أنهم فنوقف خطاب الكراهية هذا، ولأن هذه مباراة تنافسية، مباراة كرة قدم عادية جدا، يمكن أن تتكرر في العام القادم ويمكن تتكرر بعد أشهر قليلة، فلماذا الحديث حول أن حول تحميل أكثر من مما يجب. ونقطة أخرى، أنا بعتقد أنه الواقع السياسي أصبح
صبغته على الشحن الزائد المرتبط بالمباراة، وده مرتبط بأنه كثير جدا من السودانيين بيعتقدوا أنه الحكومة المصرية اتخذت مواقف ضد رغبات الشعب السوداني، لم تكن مساندة لثورته بشكل أساسي، لذلك هم لديهم حساسية من كل من يأتي من مصر. لهذا لابد من إخراج هذه العلاقة من التكتيكي للاستراتيجي. هذه علاقة يمكن أن تبنى على المصالح وتكون لفائدة الشعبين، تكون راسخة مهما اختلفت المواقف السياسية لدى الدولتين. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى ولاية جنوب دارفور والتي يدخل فيها العاملون بهيئة الإذاعة والتلفزيون الولائية في إضراب والتوقف عن العمل حيث أكد أحمد محمد ضيف الله عضو اللجنة الخماسية للمطالب بحقوق العاملين بالهيئات الولائية للإذاعة والتلفزيون تمسك العاملين بإذاعة نيالة بخيار التصعيد لمعالجة التشوهات والمشاكل التي لازمت الهيئات لأكثر من 19 سنة. المزيد في حديثه لبرنامج جولة السودان. أحمد محمد ضيف الله عضو اللجنة الخماسية للعاملين بالهيئات الولائية بالسودان، مفوض العاملين بولاية دارفور. بخصوص الإضراب للعاملين، يأتي هذا الإضراب نتيجة لتراكم وظلم استمر لنحو أكثر من 19 عام. العاملين صابرين على هذا الظلم، ومن أكبر المطالب اللي تم رفعها منذ 22/5/2002 هوية الهيئات. الهيئات الآن بلا هوية، بلا مؤسسة معينة تتبع عليها. نحن ما بنعرف في هيئاتنا إلا المدير العام، المدير الموجود في الهيئة بس، وهو ما بقدر يحل المشكلات الآن المتراكمة دي، ولا حتى المدراء يعني العامين في كل الهيئات، يعني بعد ورش مؤتمرات يعني كثيرة جدا نظمت، ولكن ما في مخرجات نفذت حتى الآن. يعني فده الشيء اللي خلى إنه العاملين الآن يصلوا لمرحلة أخيرة لأخذ الحقوق، والوسيلة الأخيرة اللي وصل لها العامل هو يضرب عن العمل. ما دام أصلا أنت بتعدي واجب، فيجب على الحكومة الالتزام بالحقوق. ما عيب إنه الواحد يعني يضرب عشان يأخذ حقوقه، حاجة قانونية. ونحن الآن بدأنا الإضراب من يوم 23/3، رفعنا مذكرة توضيحية يوم 16/3 سلمناها للمجلس السيادي، وللأسف الشديد نحن مما سلمنا المذكرة حتى الآن دايرين المركز ذا واحد من المسؤولين يظهر في أي قناة من القنوات أو أي راديو يقول يا أخي نحن العاملين بالهيئات والله الآن بصدد يعني عمل 1-2-3، ولكن للأسف الشديد يعني ولا حياة لمن تنادي. فما في سبيل غير إنه نحن نواصل في هذا الإضراب الوصول للحقوق. نحن رفعنا مذكرة العام الماضي 22/5/2022، 10 شهور نحن في الخرطوم ما بين وزارة ديوان الحكم الاتحادي ووزارة المالية ووزارة الإعلام وحتى مجلس الوزراء وصلناه. أخيرا رفعنا المذكرة التوضيحية الأخيرة للسيادي، وحتى الآن برضو منتظرين. نحن حنواصل الإضراب، نحن حنواصل الإضراب وحنطالب بهذه الحقوق مجرد ما المركز يفي بهذه الحقوق. نحن بالتأكيد حنفك الإضراب، نحن مشكلتنا ما مشكلتنا حقوق فقط.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم. ومن ولاية جنوب دارفور نتجه إلى ولاية غرب دارفور، والتي شهدت مؤخرا أحداث في منطقة تندلتي، حيث أبدت عدد من المنظمات الدولية والمحلية رغبة التدخل في منطقة تندلتي لإنقاذ الوضع الإنساني والصحي، إلا أن حكومة الولاية منعت هذه المنظمات بحجة الوضع الأمني في الولاية. جولة السودان التقت أحد المواطنين من داخل مدينة تندلتي لمعرفة الوضع الإنساني والصحي داخل المنطقة. بناء على الوضع الإنساني موجودة في المنطقة بتطلب تدخل عاجل من المنظمات لإنقاذ الوضع الإنساني في المنطقة. منذ 23 مارس لغاية اللحظة الوضع الإنساني سيء، وفي عملية حريق وإتلافات، وفي الناس فقدوا معاوياتهم، وحتى المواد الغذائية ما متوفرة عندهم، وحتى المساعدات الطبية ناقصة. وإستغرق الأمر دايرين يدخلوا منظمات مختلفة انتريجنسي، ضمنهم UNHCR WFP وأوشا ومنظمات NRC وكونسير، منظمات حتى المنظمات المجتمع المدني دايرين يدخلوا، لكن سمينا أنه الجهات الرسمية ما دار يقدم التفويض عشان يخشوا المنطقة بدوائل أمنية وكذا. من المفروض الدوائل الأمنية حكومة في حد ذاته توفر لهم العملية بتاع الحماية ويدخلهم عشان ينقذوا الوضع وينقذوا المجتمع الموجود وكذا. وحتى الحكومة بتحرض على الإدارات الأهلية أنه ياخد ما يشتغل المنظمات وكلام، لكن الدوائل الإنسانية الموجودة في المنطقة بتطلب أنه النازل ينقذوا وضعهم، حتى الأبيار بتاعهم ما متوفرة تماما، النازل محتاجين لمساعدات عاجلة. رسالتي أنه أدعو حكومة الولاية وكل الجهات متمثلة في منظمات المجتمع المدني ومنظمات العاملة في حقوق الإنسان وكل المنظمات العالمية تتدخل فورا لإنقاذ الوضع الإنساني موجودة في تندلتي، وحماية المدنيين من الجوع، وحماية المدنيين من العطش، وحماية المدنيين من الإيواء والتفاصيل الموجودة في المنطقة. أنت ذكرت إنه الوضع الصحي، يعني بس لو ركز لنا في الوضع الصحي، هل في إصابات بتلقت علاجات، عددها كم، والوضع في قتلى زيادة ولا الحاصل شنو يعني؟ بس ركزت لنا في الوضع الصحي شوية. الوضع الصحي متمثلة في اللاجئين القاعدين في دولة تشات، وجزء من الناس اللي استأنفوا العودة إلى منطقة تندلت، يعني لغاية هسه ما فيها خدمات طبية، ونازل محتاجين للرعاية الصحية والطبية، وفي الناس مصابة بأمراض مزمنة، وفي شفة برضه، حتى في حالات بتاع إسهالات، وفي أمراض مختلفة. نزل محتاجين لمساعدة طبية عاجلة. 23 مارس لم يكن هنالك أي تدخل إلى منظمات أو كده. العملية الأمنية بكون في هدوء نسبي، الناس في ترقب وحذر وخوف، ولكن وضع مستقر نسبيا، مع تفلتات خارج منطقة تندلتي في منطقة حول تندلتي عزازة ومرورة وغيرها من المناطق يشهد فيها عمليات تنحر. بعد الأحداث اللي حصلت، هل هنالك في أي جهود يعني الآن داخل من الإدارات الأهلية الجهود الرسمية للصلح، ولا البقر شنو الآن يعني؟ نعم، في جهود لغاية لحظة متحركة، جهود عملية تسوية الأمور، وفي اجتماعات مكررة، وربما بعد قرن في اجتماع في منطقة تندلتي، والإدارة الأهلية متحركة في آليات ضد النزاع المتمثلة في الإدارة الأهلية معروفة في الضمان المشكل احتواء الأزمة. ربما يكون هناك تسويات غريبة كده مع الإدارة الأهلية. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام. ومن ولاية غرب دارفور نتجه إلى ولاية الخرطوم، حيث وجهت نيابة أمن الدولة لرئيس تحرير صحيفة الحراك السياسي وأحد الصحفيين الذين يعملوا بصحيفة الحراك تهم تتعلق بالمواد 21-62-66 من القانون الجنائي، وتتعلق بالنشر الكاذب والفتنة بين الطوائف والاشتراك الجنائي. جولة السودان التقت رئيسة الحراك السياسي رغية الزاكي للحديث حول هذه البلاغات التي وجهتها نيابة أمن الدولة لها ولأحد الصحفيين الذين يعملون بالجريدة. القضية طبعا التطورات اللي حصلت فيها لاحقا إنه نيابة أمن الدولة وجهت لنا تهم تحت المواد 21-64-66، هي متعلقة باشتراك
طبعا القانون الجنائي متعلقة بنشر كاذب فتنة بين الطوائف. طبعا الطوائف دي مقصود بها الخبر بيتكلم عن جهاز الأمن والدعم السريع، فما عارفة حتى الطوائف دي تسمح، حتى اختيار انه يسموا الجهاد الطوائف دي مبني على أي أساس؟ هذا موضوع ثاني يمكن محتاج ان الناس تشوف التعريف ده على أي أساس. المهم هو نص البلاغ، نص التهمة بيقول كده يعني. تكونت هيئة بتاعت، احنا طبعا استأنفنا القرار، تكونت هيئة بتاعت دفاع من محامين يعني مشكورين، حتى محامين، في عدد كبير من المحامين اتبرعوا واتفضلوا للقضية انهم هم حيتولوا الدفاع وكده، وقاموا بتكوين هيئة دفاع وقدموا الاستئناف. الآن نحن في آخر مرحلة، اللي هو المحامين، هيئة الدفاع سلمت المحكمة، سلمت تقصد سوري سلمت النيابة، نيابة طبعا وكيل نيابة أعلى، سلمت النص بتاع الاستئناف القرار، وحتى الاستئناف في فحواه مسنود على حيثيات يمكن من أبرزها إنه دي النيابة من الدولة، هي ليست في هذا الاختصاص في بلاغة نشر يعني. حتى لو كان تصنيفه للخبر المشر إنه هو جريمة، النيابة نعم. المختصة هي نيابة الصحافة والمطبوعات. يا ريت لو وضحت لنا يعني تحديدا المواد دي بتختص بشنو، اللي وجهت لكم تحديدا. المواد اللي توجهت لنا مواد تتعلق بالاشتراك الجنائي وفتنة بين الطوائف ونشر كاذب، وبعد ذاك البلاغ تحول للمحكمة للبت القضائي يعني حسب نص القرار. نعم، يعني انتوا هسه في انتظار يعني. نحن في انتظار، نحن في انتظار القرار الاستئناف، قرار النيابة، وكيل النيابة الأعلى، اللي هو اللي احنا استأنفنا قرار التهم اللي توجهت لنا من قبل نيابة من الدولة. وزي ما قلت لك انه حتى فحو الاستئناف او ابرز نقطة فيه، وانه هي من الدولة، ما ليست هي الجهة، ليست هي الجهة الاختصاص في بلاغ النشر. ونختم جولة السودان اليوم بولاية كسلا التي تستضيف بطولة الشطرنج التي تقام لأول مرة في ولاية كسلا بمشاركة عدد من الدول الأفريقية. حول هذه البطولة جولة السودان التغت المدير العام للشباب والرياضة آدم جرنوس لمعرفة المزيد عن هذه الدورة وعن الدول التي تشارك. تم تحقيق مطلب لاتحاد الشطرنج ولاية كسلا باستضافة بطولة الزون الإفريقية لمنشط الشطرنج كأول بطولة على مستوى السودان وعلى مستوى ولاية كسلا، تقام في ولاية من ولايات السودان المختلفة ولاية كسلا. هذه البطولة هي البطولة الإفريقية للشطرنج، بطولة الزون 4.4 بمشاركة 14 دولة إفريقية. هذه البطولة سوف تحقق عديد من الأهداف لولاية كسلا، منها أولا معرفة كسلا ووجودها في منصات التتويج، بالإضافة إلى معرفة الدول المشاركة وأبناء الدول المشاركة في منشط الشطرنج لولاية كسلا، ووصول للمواقع السياحية والاقتصادية، وأيضا عدد من المواقع السياحية. هذه البطولة سوف تقام في الفترة من يوم 26 إبريل 2023 إلى 5/5/2023 بعد عطلة العيد مباشرة بمدينة كسلا. تم تحديد النزل والسكن في فندق الطريفي، وأيضا التنافس حيكون في قاعة الطريفي، بالإضافة إلى أجنحة الصفا وعدد من المواقع شقق تامر وعدد من المواقع النزل الموجودة في كسلا بعد التطور الكبير حصل في موضوع السكن. أيضا تم تكوين لجنة عليا لهذه البطولة برئاسة أمين عام الحكومة. تم إصدار قرار من السيد والي ولاية كسلا ليمكن رئيس اللجنة اللي هو الأستاذ عادل علوب. هذه اللجنة تم لها عدد من الاجتماعات، تحديد مهام اللجان، بالإضافة إلى كيفية استقبال هؤلاء الضيوف من الدول المشاركة. هذا المستمعون الكرام، نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى اللقاء. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.